طبعا ألف مبروك لمصر ومنتخب مصر الأولمبي، التأهل إلى أولمبياد باريس، وده العام الثاني أو للمرة الثانية على التوالي بنوصل لنهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة. بالتأكيد يحسب لميكالي المدرب البرازيلي، بصراحة مدرب محترم جدا. أنا بشوف الجيل، ممكن يكون الجيل ده مش يعني من متابعتي لكل الفرق بتاعت القطاعات الناشئين، هو مش من أعلى الأجيال قوي حقيقي كفنيا، حقيقي ولكن هو قدر المدرب الشاطر اللي يقدر باللعيبة اللي معاه وبالإمكانيات اللي معاه اللي هو يوظفها صح. هو في أغلب الماتشات كان بيعتمد إن أنا في أول 10 دقايق إن أنا بسجل جون وبرجع باقي الماتش بلعب لو بلوك في وسط ملعبي، وأحاول إن أنا أعتمد على بعض التحولات من خلال إبراهيم عادل، من خلال أحمد عاطف قطة، من خلال سرعات محمد شحاته في وسط الملعب. ده كان فكره حتى في ماتش مالي، جاب جون في الدقيقه 8، النهارده مثلا في الدقيقه 10، في اول 10 دقائق الماتشين جاب جونين وقدر ان هو يقفل. النهارده منتخب مصر اقوى خط دفاع في البطوله، والدفاع طول ما انت بتدافع كويس طول ما انت فريق بطل. تملي بنقول كده ان الفريق اللي بيدافع كويس فريق بطل. ويحسب برضو مكسب، انا شايف في مكاسب كتير في البطوله، حمزه علاء هاي حارس النادي الاهلي، وده مباراتين على التوالي الافضل. بالمناسبه منتخب المغرب متفوق على منتخب مالي بهدف مقابل لا شيء. منتخب المغرب قوي جدا، هيبقى نهائي قوي قوي وممتع، مباراة مصر المغرب ومصر والمغرب في النهائي. حمزة علاء بصراحة يطمنك على حراسة مرمى النادي الأهلي. طيب النهاردة بتتكلم على مستوى محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، شفناه كلنا في النهائي كاس، في نهائي دوري أبطال أفريقيا وقدم أداء كويس. شفنا حمزة علاء، في مصطفى مخلوف في 2003، في عمر كامل في 2006. فالنادي الأهلي عنده حراس، أنا بشوف إن الحراس في قطاعات الناشئين أفضل من أي حارس بره بيلعب ممتاز. دي وجهة نظري. حمزة علاء اهو شفناه تألق، مصطفى مخلوف مع منتخب الشباب، عندك كمان عمر كامل في 2006 ده لسه حارس صغير كمان، عندك برضو علي لطفي ومصطفى شوبير، كلهم حراس ممتازين. وده برضو يحسب لميشيل يانكو مدرب حراس مرمى النادي الأهلي. كل لو نلاحظ في الفترة الأخيرة كل الناس اللي اتدربت تحت ايد الراجل ده طلعت بشكل كويس. يمكن احنا برضو معانا فيديو لحمزة علاء، في حاجة مفاجأة لحمزة علاء دي، لو ممكن نقوله إن حمزة علاء بدايته أصلا كان لعيب كرة يد. كان لعيب كرة يد في بدايته، وده كان قاله في بدايته خالص هنا في برنامج الأشبال مع الكابتن أسامة حسني، لو ممكن حتى نستعرضه. طب يلا يا شباب ورونا الفيديو جاهز. طب يلا اتفضل. كنت راسم نفسي لعيب كرة يد. يد. أنا قعدت فترة كبيرة بلعب كرة يد في نادي اليوبلس. يعني انا بعشق اللعبه دي بصراحه، حتى لحد دلوقتي بتفرج ما شاء الله مصر ومنتخب مصر مميز. لا وكمان الفريق دلوقتي ما شاء الله فيه ناس كتيره من نادي اليوبلس اعرفهم شخصيا، يعني واحد من اعز اصدقائي دلوقتي يعني يعني لا لعبه بصراحه انا شخصيا بحبها جدا. يعني هي في الاول كانت الهاندبول، وبعدين يعني فضلت العبها شويه مع الكوره، بس طبعا وصلت المرحله اللي كان لازم اختار بقى خلاص. يعني مين لازم اللي حول وجهه نظرك اللي بعد كده للكوره؟ لا هو انا كنت يعني انا كنت موجود بلعب اللعبتين مع بعض لحد مثلا 2013. في 2013 يعني كان خلاص بقى، كان حبيت الكوره اكتر، غير ان حبيت الكوره كان خلاص، يعني كان وصلت المرحله في حياتي لازم اختار بقى، يعني اختار مستقبلي واشوف انا مصلحتي فين، ويعني اللي فيه الخير ربنا يجيبه ان شاء الله. يعني هو كان حارس مرمى هاندبول، كان بيلعب هاندبول، بيلعب هاندبول وقدم لغايه لما سنه 2013 بيلعب الاثنين. انا كنت بلعب سله، وبتكلم بجد كنت بلعب بلاي ميكر في السله زي كابتن طارق خيري كده وزي ايهاب امين. بالظبط كده. شفت بقى، عشان يعني ما يبقاش حمزه لوحده واحنا كمان. بس اليد بالنسبه للحارس ساعدته كتير طبعا، يعني اكيد بتساعده تحركاته. مكسب كبير بصراحه، هو اخذ احسن حارس في دور المجموعات، والنهارده برضو يعتبر رجل المباراه، واحد من نجوم المباراه النهارده برضو. من ضمن اخذ رجل المباراه، اخذ رجل المباراه النهارده كمان، مان اوف ذا ماتش. برضو من ضمن المكاسب بشوف محمد شحاته. محمد شحاته ده لعيب ما فيش حد حاسس بيه خالص في طلائع الجيش، وده ياكد لك وجهه نظر المدرب ميكالي ده ان المدرب ده كويس جدا. ان هو اختار لعيبه اصلا، يعني فرقه الجيش كانت بتنافس على الهبوط لغايه اخر سنه، اللي هم لسه حتى ما امنوش بقاهم على الدوري، تجيب واحد زي محمد شحاته ده انا بشوفه اصلا يعني ده عامل زي امام عاشور القادم. محمد شحاته ده لعيب بيلعب في طلائع الجيش، بيجي من تحت سريع، بيتحرك بدون كره بشكل كويس، هداف سريع بصراحه. محمد شحاته ده مكسب عندي برضه. وفي ابراهيم عادل، ابراهيم عادل افضل لاعب في دور المجموعات، لعيب بيراميدز، لعيب هايل طبعا.
برضو احمد عاطف قطه، على فكره احمد عاطف قطه ده من ناشئين النادي الاهلي اصلا. احمد عاطف قطه اللي هو الوينج من ناشئين النادي الاهلي، وبعد كده راح دلوقتي حاليا بيراميدز. عاره اخدينه من المولين العرب، برضو من اللعيبه الكويسه جدا. احمد نبيل كوكا لعيب النادي الاهلي في وسط الملعب، بيلعب طول الماتشات، لعيب هايل جدا. برضو بشوف ان برضو رساله كده لمحمد اشرف، محمد اشرف الكيرف بتاعه قل شويه بصراحه، اللي هو الباك الشمال بتاعه، الباك ليفت بتاع النادي الاهلي، كان بادئ بدايه حلوه قوي، وكنا كلنا بنقول ان هو هيكون خليفه معلول، محتاج شويه الفتره الجايه يشد على نفسه شويه الفتره الجايه، لان هو حتى في المنتخب بدا اساسي، وبعد كده دخل حاتم سكر ظهير ايسر نادي الزمالك اخذ مكانه. وحسام عبد المجيد بالمناسبه واحد بنتكلم على نادي الزمالك، عامل طبعاً شغل، عامل بطوله رائعه الحقيقه. هو يعتبر من واحد من احسن المساكين في الجيل هيل ده. هيل بصراحه يعني برضه عشان نديله حقه، بطوله بصراحه رائعه. والباك رايت احمد عيد برضه هايل، بس حسام كويس. مميز حسام، كل الكرات العرضيه تقريبا واخدها، عامل يعني ظروفه كانت احسن بكتير في المنتخب الاولمبي مع الزمالك يعني. صح، حسام عبد المجيد برضه ممتاز، يمكن الفرقه فيها بعض العناصر بس اللي بارز قوي يعني هو طبعا حمزه علاء، حمزه وابراهيم عادل، وابراهيم عادل ويليهم محمد شحاته، وشحاته دول احسن ثلاثه بارزين قوي في المنتخب الاولمبي.